أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنناقش فيها خيارات ما بعد إعلان تحالف ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الاتفاق على تشكيل مجلس أعلى لإدارة شؤون المناطق الواقعة تحت سيطرتهم سياسيا وعسكريا. يرى الكثير من المراقبين أن إعلان التحالف ليس إلا انتقالا من حالة التنسيق السري إلى الوضع العلني، ومحاولة لإرباك المشهد السياسي وخلط الأوراق والعودة بالمشاورات القائمة في الكويت إلى ما قبل نقطة الصفر. المواقف الدولية المتسارعة تجاه هذا الإعلان كشفت عن حالة من الفراغ السياسي وعدم وجود رؤية واضحة للحل لدى الأطراف الراعية للحوار والتسوية السياسية. انقلاب داخل الانقلاب، هكذا يصف المراقبون المرحلة الجديدة التي من شأنها إعادة الوجوه القديمة مرة أخرى لتصدر المشهد في محاولة لإنقاذ ميليشيا الحوثي من حالة العجز في الأداء السياسي واستعادة دور المخلوع على الساحة السياسية وفي المؤسسات التي تم إنهاكها خلال العام والنصف المنقضية. تتراجع فرص الحل السياسي وترتفع أصوات طبول الحرب التي من شأنها أن تفرز واقعا جديدا يعيد للأذهان البدايات الأولى للأزمة وانسداد الأفق السياسي وخروجه عن السيطرة وابتعاده عن الحل الذي طالما روج له المبعوث الأممي خلال الفترة الماضية. خيارات ما بعد إعلان المجلس السياسي والعسكري لتحالف الانقلابيين في صنعاء ومصير المسار السياسي للأزمة اليمنية والإجراءات المتاحة أمام الرئيس هادي والحكومة لمواجهة التصعيد الأخير في صنعاء وفرص الحل السياسي والعسكري ستكون محور نقاشنا هذا المساء في زوايا الحدث، لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. خلافا لكل التوقعات، رصاصة توصف بالأخيرة صوبها تحالف الانقلاب في جسد مشاورات كثيرا ما عادت إلى ما قبل نقطة الصفر، إذ نسف تشكيل الحوثيين والرئيس المخلوع ما أسموه بالمجلس السياسي أي أمل في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. الحكومة اليمنية في بيان لها اعتبرت أن ما يقوم به الانقلابيون يعكس حالة من الصلف والغطرسة وعدم احترام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية لمشاورات السلام الجارية وعدم جديتها في الوصول إلى حل سياسي ينهي معاناة اليمنيين. ردود الأفعال الدولية تسارعت ابتداء من تصريح المبعوث الأممي الذي قال إن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الميليشيا وحليفها تعرض التقدم المحرز في مشاورات الكويت للخطر، علاوة على كونها انتهاكا لقرارات مجلس الأمن والمرجعيات ذات الصلة. مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي قال إن الأمم المتحدة ماضية في تنفيذ قرار مجلس الأمن 22/16، مؤكدا أنه ليس بمقدور الإنقلابيين الإفلات منه، فيما اعتبر وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن إعلان الإنقلابيين للمجلس السياسي تخبط جديد يدفع حسابه اليمنيون ككل، وأن تشكيل هذا المجلس محاولة يائسة لمن انقلب على النظام الشرعي وساق اليمن إلى العنف. لا يمر يوم إذن إلا وقلص فيه الإنقلابيون من فرص الحل السياسي، لتتقلص مع ذلك أحلام اليمنيين تباعا في إنهاء حرب دفع ثمنها شعب لطالما أراد الخروج من عنق الزجاجة. وينضم إلينا بداية لمناقشة موضوع هذه الحلقة من زوايا الحدث من الكويت الأستاذ محمد العمراني المسؤول الإعلامي لوفد الحكومة. أهلا بك أستاذ محمد. يا مرحبا بك، أهلا وسهلا. أستاذ محمد، بداية ما مصير المشاورات بعد هذا التصعيد وإعلان تشكيل هذا المجلس السياسي العسكري من قبل تحالف الميليشيا والمخلوع؟ في الحقيقة نحن ذكرنا أمس بأن هذا الإجراء هو كان الطلقة الأخيرة في هذا الجسد الذي ولد بالأساس ميتا، فهو من البداية لم يغادر مكانه ولم يراوح مكانه منذ اللحظة الأولى. مجرد مناورات، لم يكن هناك مشاورات بقدر ما هي مناورات سياسية، الهدف منها كسر العزلة السياسية التي فرضها القرار 2216 على الانقلابيين. والبارحة كان هو إعلان واضح وفاضح وصريح للتحالف الحقيقي الذي أنجز الانقلاب الأول، يعني ما كان يدور تحت الطاولة أصبح أعلن عنه إلى خارج إلى فوق الطاولة. بقية الأمور واضحة تماما الآن أمام الشعب اليمني بأن المؤامرات كانت تدار عبر هذين الحليفين بشكل واضح. المشاورات
نستطيع أن نقول هناك بأنهم وضوح شعراء الآن أستاذ انتهت. محمد، إذا الآن هناك وضوح في موقفهم وباتت الأمور واضحة كما تقول، لكن ما الذي يمنع أن يكون هناك موقف واضح من قبل الوفد المشارك في المشاورات؟ أقصد هنا الوفد الحكومي، ولماذا تأجلت مغادرة الوفد إلى الوفد السبت؟ الحكومي واضح موقفه بأنه لا مشاورات بعد إعلان، بعد هذا الإعلان طيب إذا كان الموقف مشاورات واضح أن توقفت لا إلى مشاورات، ما الذي نعم يمنعهم لا من المغادرة؟ لماذا إبقاء قرار المغادرة إلى السبت؟ المغادرة ستكون في الغد، هي متأخرة اليوم لإجراء لقاءات وداعية مع السفراء، وليس من أجل المشاورات طيب فقط، من أجل إطلاع السفراء على بعض التفاصيل، واللقاء الأنقاري والمغادرة ستكون في الغد. هذا الموقف الحقيقي بالنسبة للوفد، يعني ليس هناك تراجع أو تأخر أو محاولة مماطلة. يعني نحن يجب أن نتفاهم مع العالم، وهناك سفراء موجودين هنا ويتابعون الأمور عن كثب، سيطرح لهم الموضوع بشكل واضح وتفصيلي، وسيطلب منهم اتخاذ إجراءات ومواقف حقيقية تجاه هذا الانقلاب الثاني، سيطلب إليهم أن يرفعوا تقارير واضحة عن هذا الانقلاب. أعتقد أنه هو إجراء يخدم القضية الوطنية أكثر منه إجراء ضارا. يعني أما مسألة المشاورات فقد أعلن عن نهايتها أساسا، وقد أطلقت عليها رصاصة الرحمة البارحة. يعني هذا هو الموقف. طيب الأخبار تتحدث عن لقاء يجمع سفراء الدول الـ18 مع وفد الحكومة في الكويت، هل انتهى هذا الاجتماع أم ما زال مستمر؟ لا زال مستمرا حتى هذه اللحظة التي أحدثك فيها. طيب ماذا يريد وفد الحكومة طرحه على سفراء الدول الـ18 في هذا اللقاء؟ أنا ذكرت لك بعضها، يعني هناك أمور يجب أن يتم اتخاذها وإجراءات يجب أن يتم اتخاذها من قبل الدول الكبيرة. أساسا موضوع المشاورات هو كان في أغلبه هو مناورة أمام الدول الكبيرة من أجل تطبيق القرار 2216. الكرة الآن في ملعب الدول الكبيرة من أجل أن تحسم خياراتها الحقيقية في اليمن. نحن سنطالب بإدانات واضحة لهذا الانقلاب، سنطالب بإجراءات واضحة لهذا الانقلاب، سنطالب مجلس الأمن بأن يتخذ قرار واضح في هذا المسألة من أجل تنفيذ القرار 216، خاصة وأن الجماعة الانقلابية قد أعلنت فشل المسار السياسي. في الحقيقة نحن لدينا هدف واضح هو إنهاء هذا الانقلاب، وسنناضل من أجله سياسيا واقتصاديا وعسكريا وعلى كل المحاور. تقول هذا هو أستاذ محمد تقول أن جماعة الحوثي وصالحة أعلنت فشل المشاورات السياسية باتخاذها كذا قرار، لكن بالأمس صدر تصريح عن المتحدث باسمه محمد عبد السلام يقول أنه لا يجب أن يؤثر هذا القرار على سير المفاوضات في الكويت. يعني هذه عبارة عن مهزلة، ما حصل هو عبارة عن مهزلة. يعني إما أن يكون هذا الوفد الذي هنا ليس لديه أي صلة بالقرارات التي تتخذ في الداخل، وهذه جريمة، بمعنى أننا نحاور مجموعة من الفالتين والفرق، أو أن هؤلاء الناس متآمرين من ضمن المتآمرين الذين موجودين في الداخل، ولا يمكن الحديث في هذا الظرف عن مشاورات مع أطراف يعني تتآمر من الداخل. هي هذا مسار سياسي بالنهاية يجب أن يحسم بشكل كامل. ما الذي يدفعهم إلى إجراءات من هذا النوع؟ إلغاء الإعلان، يعني ترتيب الوضع بعيدا عن الحكومة الشرعية وبعيدا عن الإجراءات التي كانت. أنتم تعرفون أن هناك كانوا إجراءات اقتصادية لا زالت الدولة فيها، كان لا زالت الرواتب تمضي للموظفين، كان هناك إجراءات كثيرة كانت لا زالت تحافظ على بعض الأشياء. صحيح أنها كانت تخدم الانقلابيين، لكن هذا الكلام كله ستتغير الحالة فيما بعد هذا الحدث، وأعتقد أنها ستضر كثيرا باليمنيين. هؤلاء الناس يتصرفون بلا مسؤولية ولا خيال، ستضر كثيرا باليمنيين لأنه الاقتصاد منهار، الاقتصاد يوشك أن ينهار، وليس هناك رواتب للموظفين. ولا أعرف كيف يمكن أن تدار دولة بهذا الوضع. نحن بالحقيقة بحاجة إلى تكتل، بحاجة إلى اتفاق سياسي واضح وكبير يحاول أن يلملم هذه الإشكالية، ويحاول أن يستقر، أن يستثمر دعم خليجي ودعم دولي واقف مع هذه الحكومة التي ستكون مع هذا الوضع الإجرائي السياسي الذي سيكون أقصد. لكن هذا الذي حدث الآن قطع الطريق على الجميع، ليس هناك أبدا من مشوار سياسي يمكن أن يستكمل. يعني أنا أقول لك بوضوح أنه ليست المشاورات فقط هي التي ستتوقف، أنا أتوقع أن تتوقف مسار العملية السياسية بكلها إذا ما أصر الانقلابيون على هذه الخطوة. طيب تتحدث عن لقاء سفراء الدول الـ18 مع الوفد الحكومي الآن أنه بهدف طلب الوفد الحكومي بممارسة مزيد من الضغوط على جماعة الحوثي وصالح، لكن هناك من يقرأ ويتوقع أن الهدف من هذا اللقاء هو ضغط يمارس على الوفد الحكومي للاستمرار في المشاورات، هل فعلا هناك ضغوط تمارس على الوفد الحكومي من أجل إلغاء فكرة المغادرة والبقاء في الكويت؟
أنا لا أعتقد الضغوط أمر حاصل، يعني هو لا يمكن أصلا الضغط على الوفد الحكومي، الضغوط يجب أن تتوجه في اتجاه الذي أعلن الانقلاب والذي أعلن فشل المشاورات. نحن طلبنا هذا اللقاء من أجل إيضاح الموقف الرسمي للوفد الحكومي وإيضاح الصورة النهائية للحدث من أجل قبل المغادرة، يعني هو كإجراء بروتوكولي كاللقاء وداعي ليس أكثر من ذلك. تحدد موعد المغادرة غدا نهائيا. نعم. أشكر. طيب قبل أن نختم معك أستاذ محمد وبشكل سريع، توقعاتك ماذا لدى الحكومة من أوراق يمكن أن تمارسها؟ يعني ما الخطوات القادمة المتوقعة من الحكومة والرئاسة بعد هذا القرار؟ والله يا أخي العزيز، بالنسبة للحكومة يعني لديها هدف استراتيجي وأساسي وواضح، وهو إزالة الانقلاب وآثاره، وهذا الهدف نسعى إليه بكل الوسائل، سواء كانت هذه الوسائل سياسية أو ثقافية إعلامية أو وسائل صلبة بمعنى عسكرية. والخيارات الآن، كل الخيارات ستكون أمام الحكومة مفتوحة. أنا أتوقع المزيد من الثبات على الأرض والمزيد من الدعم للحكومة من أجل أن تستقر، من أجل أن تبدأ بممارسة عملها. أعتقد أنه سنبدأ بعملية الاستيراد والتصدير للموارد النفطية وغيرها من أجل دعم وتثبيت الحكومة على الأرض. أعتقد أن هذه الإجراءات أيضا استمرار العمل المسلح، عمل المقاومة بمعنى من أجل مقاومة الانقلاب. ليس هناك من خيار أمام الشعب اليمني بالأساس إلا أن ينهي هذا الانقلاب، ليس هناك خيار ثالث، إما أن ينتهي هذا الانقلاب أو خيار ثاني، إما أن ينتهي هذا الانقلاب أو يستمر الشعب بالمعارضة. أن ينتهي هذا الانقلاب بأي شكل؟ هل تقصد عسكريا أم سياسيا أم ماذا؟ بأي شكل، عسكريا أم سياسيا. لا يمكن للشعب اليمني أن يقبل بوجود انقلاب بهذا النوع، أن يحكم بالقوة والقوة العسكرية. المتاح الشعب الآن، سيقاوم هذا الانقلاب. المتاح الآن هل الأدوات السياسية أم العسكرية؟ حاليا لم يتركوا خيار آخر غير خيار المقاومة والنضال، حاليا بعد هذا الانقلاب الذي حدث. نحن نتمنى أن يوجد أي مسارات أخرى غير هذا المسار، لكنهم يفرضونه علينا بقوة السلاح. هذه هي الحقيقة التي يجب أن تقال بشكل واضح. أشكرك جزيلا أستاذ محمد العمراني من الوفد الإعلامي المرافق لوفد الحكومة في الكويت، شكرا جزيلا لك. أيضا ينضم إلينا من تعز المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. أستاذ عبد الهادي، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ عبد الهادي العزعزي، سنحاول التواصل معه ليكون معنا لمناقشة هذا الموضوع. وأيضا سينضم إلينا المحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي وأيضا دكتور عمر عبد العزيز لمناقشة هذا الموضوع والبحث في خيارات ما بعد إعلان تحالف الميليشيا والحوثي والمخلوع الاتفاق على تشكيل مجلس أعلى لإدارة شؤون البلد سياسيا وعسكريا. نحاول التواصل بالأستاذ عبد الهادي العزعزي، لكن سيكون معنا عقب فاصل قصير، ومن ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة من زوايا الحدث. الأهداف والمطالب محددة وواضحة، إسقاط الجرعة ليس الهدف لا احتلال صنعاء ولا الهدف ابتلاع صنعاء. لا يبالون بأن يجوع الناس، بأن يعانوا، بأن يتعبوا، بأن يمرضوا. شردنا من بيوتنا، شرد ديارنا، شرد ربي، لا سمعة لا سمع ولا. هذا هو أمر طبيعي أن نقول للظالم لا، أن نقول أوقفوا الجرعة، أن نقول ارحلوا، أنتم لم تقدموا شيء لهذا البلد. سنعمل من أجل خدمة المواطن مهما كانت الظروف وكيفما كانت. أهلا بكم من جديد في زوايا الحدث. ينضم إلينا الآن من السعودية الكاتب والمحلل السياسي سليمان العقيلي. أهلا بك أستاذ سليمان. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور أستاذ سليمان. إلى أي مدى سيؤثر هذا القرار على مستقبل عمليات التحالف في اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أعتقد أنه هذا القرار هو بالفعل نكسة للجهود التسوية السياسية والجهود الأممية والإقليمية ولكل الآمال المخلصين داخل اليمن وخارجها، لأنه يضع لبنة على أساس خاطئ، وهذه اللبنة لا تستجيب في واقع الأمر لأي مصلحة من مصالح الشعب اليمني، إنما هي تستجيب
لأطماع ومصالح المخلوع علي عبد الله صالح الذي كان قد عاش صراعا مريرا مع الحوثي حول النفوذ في صنعاء، وجاءت وكان هناك في الواقع يعني محادثات طويلة بين الطرفين بسبب الاستقارة هما للثقة ببعضهما، ونظرا لأنه الحوثي لديه قوة سياسية وصالح لديها القوة العسكرية على الأرض، وكانت الشكوك يعني متبادلة بين الطرفين، فمرض صالح فيما يبدو هذا المجلس كي ما يكون له صوت في التسوية السياسية، ولكنه في الواقع بناء على أساس غير صالح وغير قوي، وهو في الواقع يسيء للتسوية السياسية، لأنه أساسا التسوية علي عبد الله صالح يعتقد أنه ستتجاوزه، وهو ضرب مدفعه الآن كيما ينهي التسوية التي ستتجاوزه ويعيد الأمر إلى المربع صفر. طيب أستاذ سليمان، إنه ما حصل نعم. أستاذ سليمان، قيل عندما تم الحديث والإعلام بشكل رسمي ومباشر عن اتفاق ظهران الجنوب أنه محاولة لتجاوز المخلوع صالح وعقد اتفاقات بين المملكة العربية السعودية وميليشيا الحوثي، إلى أي حد ما تم أمس توقيعه في صنعاء سيؤثر على التفاهمات الحاصلة بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي؟ وبالفعل يعني المراقبون توقعوا أنه الاتصالات الجانبية ما يمكن أن يسمى بالمفهوم السياسي الاتصالات الجانبية بين السعودية والحوثي هي بالفعل تجاوز علي عبد الله صالح، وصالح هو شعر بالخطر الشديد من ذلك، ويعني حصلت مشاكل ميدانية ومشاكل يعني سياسية بينهم وبين الحوثي بسبب الاتصالات مع السعودية التي يبدو أنها أطلقت صالح لأنها تتجاوزه بحكم أنه أصبح جزءا من الماضي، وبحكم أنه الثورة اليمنية والأحداث التي تلتها يعني أنهت دوره السياسي وإن لم تنهي. هذا واضح أستاذ سليمان. الآن يقال أن هذه الخطوة التي تم التوافق فيما بين الحوثي وصالح عليها إعلان تشكيل هذا المجلس هو ليس بالانقلاب على الشرعية الدستورية في اليمن فقط، إنما انقلاب على الشرعية الدولية وقراراتها. كيف تنظر إلى تعامل ومواقف المجتمع الدولي والإقليمي مع هذه الخطوة؟ هل هي واضحة وكافية أم لابد من اتخاذ مواقف أخرى؟ وأيضا ما هي الأدوات الآن بيد المجتمع الدولي والإقليمي لتنفيذ القرارات الدولية المتخذة بشأن اليمن؟ أنا أعتقد أنه أفضل رد هو تصفية علي عبد الله صالح، لأنه طالما هذا الرجل موجود لن يعيش الأمن، لم نعيش اليمن في أمن ولا في سلام ولا في استقرار. هذا الرجل منذ تسنم الحكم في اليمن وهو يحيك المؤامرات والدسائس ضد الشعب اليمني وضد المصالح اليمنية، وهو نهب كل المساعدات التي قدمتها الأسرة الدولية ودول الجوار لليمن، وخاصة المساعدات المالية النقدية نهبها، وهو يوظفها الآن للشعب اليمني ولمصالحه ومصالح أبنائه وعائلته. إذن هو في الواقع ما حصل في صنعاء قبل يومين هو في الواقع أنا أعتقد أنها ضربة من علي عبد الله صالح لجهود التسوية ولمراجع التسوية السياسية ولمسيرة التسوية السياسية، ولذلك أفضل حل يمكن القيام به هو تطويق هذا الشخص تطويقا ليس سياسيا فقط وإنما أمنيا. هذا جرثومة اليمن، هذا لن يأتي اليمن بوجوده. أنا أعتقد أن الانقلاب الذي حصل في سبتمبر
الإنسان كيما يعني يعتم على دوره، وأهل اليمن يعرفون ذلك، وهو الآن يعيد الكرة مرة أخرى ويقوم بانقلاب ضد التسوية السياسية وبانقلاب ضد المستقبل اليمني. وأعتقد الآن أنه لا يمكن أن تمر تسوية سياسية بوجودها بالشخص. وأنا أعتقد أنه على الأسرة الدولية والقوى ودول الجوار التحالف العربي أن يتدبروا أمرهم مع هذا الشخص كي ما يعني يخلص اليمن من شروره. طيب استاذنك استاذ سليمان بالبقاء معنا في هذه الحلقه، لكن نذهب الى تعز للمحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. اهلا بك استاذ عبد الهادي. اهلا وسهلا اخي، واشكرك واشكر الاخوه المستمعين. استاذ عبد الهادي، بدايه ما قراءتك للاعلان عن هذا التحالف من حيث التوقيت والتاثير ايضا وانعكاساته على الميدان؟ بالنسبة للتحالف الذي أعلنه المؤتمر الشعبي جناح صالح مع أيضا الحوثيين في صنعاء، هذا الإعلان هو استكمالا للانقلاب بشكل عام واستباقا للفترة الزمنية التي حددت حول مفاوضات الكويت والتي سوف تنتهي السبت، هم يريدون القرب بما ألوذة، وبالتالي سوف يقنعون الرأي العام أنهم غادروهم مفاوضات الكويت بعد الإعلان ولم يتم يعني إنهاء هذه المفاوضات وطردهم، لأن 85 يوما لم تقدم شيئا، وبالتالي هم يسعون إلى تموضع الإنقلاب كسلطة شرعية، وسوف تتبعه مجموعة إجراءات، لأن الجميع راهن على المسألة السياسية. هؤلاء انقلبوا على تسوية، لم ينقلوا السلطة أساسا، وبالتالي فالحديث عن أي عملية تسوية أو مسار سياسي مع جماعة خرجت من المسار السياسي نفسه وأنهت سلطة انتقالية، إذن هذا نوع من العبث. يبدو أن هناك أطراف دولية كانت تحاول فرض هذه المسألة على الشرعية وعلى قوى وعلى التحالف العربي. المسألة اللعبة الآن انتهت، وما على السلطة الشرعية إلا أن تستخدم كامل أوراقها بشكل منطقي في هذا. طيب ماذا تبقى لدى السلطة الشرعية؟ لا تخرج من طيب أستاذ عبد الهادي، والاعتراف بسوء الحكومات لا يتم سوى عبر فرضها بالقوة هكذا. طيب التاريخ أستاذ عبد الهادي، أستاذ عبد الهادي، ماذا لدى السلطة الشرعية من أدوات وأوراق للتعامل مع هذه الخطوة؟ ما كانت لدى ديغول وهو على ظهر سفينة واستطاع استعادة فرنسا، وما كان مع سلطات مختلفة عنها في انقلابات في العالم، لديها شعب ولديها إمكانيات، لديها 80% من الأرض ولديها شعب بأكمله، كل المسألة مجموعة تجهيزات، هذه مسائل تجيد السلطات تدبرها. هل فقط السلطة الشرعية هي من تملك القرار، أم أن القرار ما زال أيضا بأيدي أخرى غير سلطة هادي؟ أعتقد أن السلطة الشرعية هي من تملك القرار، لأن الآخرين حلفاءها، وحيثما ذهبت مضطرون أن يذهبوا معها. طيب ما رأيك وتعليقك أيضا في المواقف الصادرة حتى الآن سواء الإقليمية أو الدولية؟ الموقف الدولي كان قويا، والمواقف الإقليمية كانت جيدة، وننتظر أن يتم تأكيد رسمي من الدول الراعية. الدول الراعية التي لا زال الوفد في اجتماع معها، لم تصل إلى الآن ما نتائج هذا الاجتماع، لكن هنالك ما يعرف باستباقا أن هنالك اسم إزاز، هنالك حالة إدانة لهذا الإجراء باعتبار أنه أغلق المسار السياسي وكتب نهاية المفاوضات بشكل كامل، ومستغلوا الفترة الماضية من أجل إعادة التموضع من أجل تقبل الناس. طيب اعذرني على المقاطعة أستاذ عبد الهادي، أستاذ عبد الهادي أصبح بحالة. طيب أستاذ عبد الهادي، لكن معترفون بها. أستاذ عبد الهادي اعذرني على المقاطعة، لم يعد لدي الكثير من الوقت. محمد العمراني عضو الوفد الإعلامي لوفد الشرعية المتواجد في الكويت أكد لنا قبل قليل أنه ربما قد يكون قرار نهائي قرار مغادرة الوفد الحكومي من الكويت يوم غد السبت. هل تعتقد أن هذا القرار نهائي، أم يمكن أن تفرض بعض الضغوط على وفد الحكومة ونشاهد ونسمع في الأخبار عن بقائهم واستمرار المفاوضات في الكويت؟
ياخذ رئيس اللجنه الممثله للمؤتمر الشعبي جناح صالح وعضو في اللجنه السياسيه المشكله، وبالتالي هذا القرار الذي اتخذ بتشكيل اللجنه في صنعاء كلجنه سياسيه عليا هو من انهى المفاوضات تماما قبل موعدها المحدد ب 15 يوما والموافق يوم السبت، وبالتالي على وفد الحكومه المغادره اذ لا امل بالعوده هنا في هذه الحاله، لان المسار السياسي لا قدوه منه اطلاقا، وهؤلاء خرجوا وانقلبوا على مسار سياسي، فالعوده الى مفاوضات سياسيه هي نوعا من العبث. أشكرك جزيلا أستاذ عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي، كنت معنا من تعز. أذهب وأعود إلى الكاتب والمحلل السياسي السعودي سليمان عقيلي. أهلا بك أستاذ سليمان، في دقيقة تقريبا أود أن أختم معك هذه الحلقة من زوايا الحدث. هناك من يقول أن ما تم أمس في صنعاء أدى إلى تجاوز كل خيارات السلم وفتح الباب أمام الخيار العسكري، إلى أي حد تتفق أمام هذا الطرح، وأيضا إلى أي حد الرغبة الآن موجودة سواء لدى التحالف أو الرئيس هادي وحكومته بالذهاب نحو الخيار العسكري؟ أصلا لا يوجد خيارات، الخيار العسكري الآن هو الخيار الوحيد، لأنه الخيار السياسي أسقط بالضربة القاضية من قبل علي عجل صالح، الذي لأنه يعتقد وربما كان يعني حقا في اعتقاده ان التسويه السياسيه تتجاوزه. طيب لذلك هو ضرب التسويه السياسيه. امامنا الان خيار واحد هو الخيار العسكري. طيب هذا واضح قولك واضح استاذ سليمان، واضح أنه لم يعد هناك إلا الخيار العسكري، ما الذي يمنع المملكة العربية السعودية حتى اللحظة على الأقل من إصدار موقف مما حدث في صنعاء؟ الأمر ليس موقف في السعودية، هو موقف التحالف العربي وموقف الحكومة اليمنية. أنا أعتقد أن الموقف الآن واضح ولا يحتاج للتعبير عنه في كلمات ولا في بيانات. أنا أعتقد أنه منذ بدأت مفاوضات الكويت متأخرة 3 أيام اتضح أنه ليس هناك إرادة سياسية للتسوية، وقلنا أن المفاوضات فاشلة من الآن، لأنه اتضح انه ما في اراده سياسيه لانجاح المفاوضات. اشكرك جزيلا استاذ. الذي قلناه وقالوا غيرنا المحللين والخبراء يتحقق. اشكرك جزيلا استاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي السعودي، شكرا جزيلا لك والمعذره عن المقاطعه. انتهى وقت هذه الحلقه من زوايا الحدث، نلقاكم في برامج اخرى ومواعيد اخباريه قادمه على قناه بلقيس، في امان الله.